الدراسة وهي دوكا الفريق هادي جوان السلام عليكم. اليوم راه نضربوا دوره الارديس، ما يسمى بارديس المول التجاري اللي موجود على مستوى الفضاء المقابل لجامع الجزائر، نشوف اذا كان فيه تهيئه جديده، لانه يقال انه تم تغيير المسير للمول، لكن يعني ما زالت التسمية تاع أرديس موجودة، وما كانش جديد على مستوى التهيئة تاع أرديس، ما كانش جديد. وكذلك الملاحظ هو أنه فضاء تجاري مغلق، بقات غير بعض الملحقات الترفيهية في أكوا بارك. وبارك ربما مفتوح، لأنه نشاهد أنه كثير من السيارات، كاين كثير من السيارات في الماركة نتاع السيارات، وهذا يدل على أنه فيه نشاط